نبدأ من جديد أخبار نادينا العظيم، أجمل نادي في الكون. اليوم علمنا أن الكابتن حسين ياسر المحمدي سيتم تعيينه في قطاع الناشئين في نادي الزمالك. طبعا احنا عارفين كلنا بدون يعني أي نفاق أن مجلس الإدارة لا يستطيع أن يتخذ أي قرارات، ولكن حسين ياسر المحمدي إضافة كبيرة، فإذا الوزير سمح لمرتضى أنه يتخذ قرارات بتشكيل أي فرق فيبقى كويس، شيء كويس جدا. اما اذا تاجل القرار لما بعد الانتخابات بيبقى شيء كويس جدا جدا. على العموم حسين ياسر المحمدي مرشح لاحدى فرق الناشئين. حسين ياسر المحمدي له موقف، والموقف لو تفتكروا لما اعلن انه بيبيع التيشيرت بتاع الزمالك في مزاد علني، والفلوس لصالح نادي الزمالك لاسهام في حل ازمه الزمالك. المواقف رجال والرجال مواقف زي ما بيقولوا. وكمان دخل حسين ياسر المحمدي في تحدي مع باقي لعيبه الزمالك وطلب منهم الوقوف جنب النادي في محنته لعبور الازمه، فان شاء الله الزمالك ينور بحسين ياسر المحمدي. نتمنى لو وزير الشباب فعلا يقدر يسمح لمجلس مرتضى منصور انه يتخذ بعض القرارات ببعض التغييرات في قطاعات يكون شيء كويس. اما لو الموضوع كما علمنا ان القرارات بس هو فتح باب الترشيح والاشراف على الانتخابات، فبرضو يعني الانتخابات خلاص ما فيش وقت، هتتم وبنفلكوا كل الناس اللي طلعت امبارح وقالت تاجيل انتخابات نادي الزمالك. اعتقد وقع في الخطا الاستاذ احمد القطري، وقع في الخطا بعض اليوتيوبر بالليل، يعني وقع في الخطا بعض المواقع على فكره، ولكن الانتخابات الزمالك في موعدها واقول لكم بعد قليل ان شاء الله ايه الموقف. شباب الزمالك يتعادل مع غزل المحله في بطوله الجمهوريه. تعادل فريق كره القدم بنادي الزمالك مواليد 2005 مع فريق غزل المحله بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الاحد على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعه البيضاء في الجوله 9 لبطوله الجمهوريه. احرز هدف الزمالك هشام محمد، بيقود الجهاز كل من رفاعي محمد رفاعي ومحمد ابراهيم ومحمد عبد الحميد ومحمد كمال وياسين ونيم وناصر احمد. مستغرب ان بعض فرق الزمالك بقت نتائجها في قطاع الناشئين قلت في الفتره الاخيره، بالرغم ان كنا دايما بنقول فوز 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 5 و6 و8 وحاجات، كنت كل اخباري عن قطاع الناشئين، بس بقالي يومين شايف تعادلات، مؤشر مش حلو. خماسية زملكاوية وولادنا مية مية، عودة سيسي وتألق أوباما ده ضمن فوز الزمالك على بايونير. حقق الفريق الزمالك اليوم فوزا بديا بخماسية نظيفة على حساب فريق بايونير أحد أندية القسم الثاني بالدوري، وذلك ضمن استعدادات الفريق لاستكمال الدوري. شهدت المباراة تألق لافت لعمر السعيد، سجل هدفين، يوسف أوباما سجل 3 أهداف هاتريك، بينما شارك لاول مره بعد غياب الايفواري رزاق سيسيه بعد عودته من الاصابه. يمكن احنا قلنا امبارح ان اكيد هيدي لسيسيه شويه، فشيء جميل وشيء رائع وشيء ممتاز. كارترون دفع في المباراه بتشكيل مكون من محمد عواد، حازم امام، محمود علاء، عبد الشافي، عبد الله جمعه، محمود عبد العزيز، رؤى، اوباما، شيكابالا، رزاق سيسي، عمر سعيد. 5 و5 في عين الحسود، 5 و5 في عين الحسود. الزمالك عنده ماتش مهم مع المقاولين العرب يوم 21 ديسمبر الجاري في الاسبوع 21 للدوري. يا ريت كل الاخوه يعملوا ريفرش، انا شايف ناس لسه بتعلق على اول خبر وعلى عناوين وعلى موضوع الرئيس عبد الفتاح السيسي. اكتبوا، حتى اكتبوا الناس اعملوا ريفرش، اعملوا ريفرش. يا ريت تكتبوا على التكس، يا ريت الكل يعمل ريفرش. اوباما جاب 3 اجوان فعلا، وعبد الله سعيد 2 الزمالك 5 و5 في عين الحسود. النهارده الناس اللي تابعت معانا كان في عده قضايا في نادي الزمالك وفي محكمه القضاء الاداري، اعملوا ريفرش واكتبوا لي الله فوق الجميع.
الله فوق الجميع. اقول لكم اخبار شيكابالا واقول لكم اخبار كتيره، بس كل ما تعمل ريفريش والله فوق الجميع، وكل ما تعمل لايك، لان بشوف ناس مش عامله لايك وعماله تسالني عايزه تخرج لي بره الموضوع اسئله غريبه يعني. اعمل لايك هرد على سؤالك ان شاء الله. اللايكات ما زالت ضعيفه، فهنأجل اهم الموضوع شويه. اعمل كل ما تلاقي واحد بيحاول يغير الموضوع اعمل الله فوق الجميع. كل الناس المثقفه الرائعه الزملكاويه الحلوين قوي، كل ما تلاقي حد بيحاول يغير الموضوع بقت اسماء معروفه يعني، اعمل الله فوق الجميع، الله فوق الجميع، لان ده بيهز كل اعدائنا، ده بيهز كل اعدائنا. الدعوه الاولانيه حول بطلان عموميه نادي الزمالك، واعتقد بالقرار الذي اصدره وزير الشباب اليوم فالدعوه على البتاع فالموضوع خلصان. الدعوه دي رفعها عبد الله جورج بالطالب ببطلان انعقاد الجمعيه العموميه بتاعه الزمالك، احنا بنسميها جمعيه عموميه بتاعه او انتخابات احمد مرتضى، بنطلق عليها كده لان فيها تم تصعيد حمد انور واحمد مرتضى. على كل حال هذه القضيه حجزت للحكم في جلسه 26 ديسمبر. باختصار بيطالب فيها عبد الله جورج ببعض المطالب قلناها للي ما سمعوش الفيديو، ممكن نعيدها تاني لو حبيتوا. الدعوة الثانية كانت بتاع الخطيب مجلس إدارة النادي الأهلي ضد مرتضى منصور، اتهمه بالسب والقذف، ودي دعوة خطيرة جدا والمؤشرات مخوفانا. طب أيضا حجزت الحكم في جلسة 26 ديسمبر، والدعوة دي مجلس الخطيب جايب فيديوهين من مرتضى منصور من على الفيسبوك، وهذه الفيديوهين رفع بهم الدعوة فيهم سب وقذف. مش شايف استاذه تريز بتقول عيب اقتحام بيوت الناس بدون استئذان؟ عن موضوع ايه يا استاذه تريز؟ في ايه يا استاذه تريز؟ قلقتيني، انا برجع للتكست كله الله فوق الجميع. طمنيني في ايه؟ ربنا يخليك يا استاذ حاتم، ربنا يكرمك. استاذ حاتم علي المحترم. طيب على ما تكتب استاذ تريز لاني قلقت من الكلام، نقول الدعوه دي ايضا حجزت لل اللي مش بيعمل لايك. لا عادي، ما هو مش هعمل لايك مش هقول اسرار يعني، عادي. الموضوع ده موضوع احنا عارفين. استاذ غاده اهلا بيكي. ف احنا كنا بنستغرب، يمكن معانا كان معانا المستشار الاسواني اليوم اثناء البث، لماذا المستشار مرتضى منصور حضر الجلستين. استاذ دعاء زمور اهلا وسهلا بيكي، يا ريت تكتبي لي اي حاجه على ماسنجر الفيسبوك، لان محتاجين نتعرف على حضرتك اكتر ان شاء الله، واسمك يكفي ان ينال منا كل الاحترام والتقدير. برحب بيكي، اهلا بيكي استاذ دعاء زمور. الفيديوهات موجوده، ما زالت موجوده على صفحه المستشار مرتضى منصور حتى الان موجودة، وبيتهم بقى. انت عارف المستشار مرتضى لما يمسك المايك يا استاذ جودة وما ياخدش باله وبيبقى كلام تحت ال 18، فهي يعني على العموم هو الفيسبوك معرفش ايه، وباء وباء. حتى شفتوا القضية اللي احنا اتكلمنا عليها النهاردة، البنت يعني يا ياخدوا منها فلوس وينصبوا عليها يا اما يهكروا على حساباتها. فبنرجو من الكل لا تستقبل اي حد عبر الفيسبوك، ما تقبلش اي حد، ارفض اي صداقات انت ما تعرفهاش يعني، ربنا يسترها مع الجميع. على كل حال الدعوة دي المستشار مرتضى منصور حضر اليوم أيضا. المستشار مرتضى منصور حضر الجلسة السابقة، قال في الجلستين حضر، وده بيدي علامات استفهام ليه المستشار ما بعتش حد من مكتبه. المستشار طلب من القاضي في الجلسة السابقة أنه يأجل القضية بعد الانتخابات. على كل حال أنا اتفهم ان المواضيع فيها توازنات، اما 26 ديسمبر فمتخوف يعني، هيجي في قلب المواضيع قبل الانتخابات بتاعت الزمالك بساعات يعني. انا دي تخوفاتي الشخصيه، ليه القواضي كلها بتتحجز ليه قبل الانتخابات بساعات؟ بسوق صابر اهلا وسهلا بيك. ف عندي تخوفات بالذات لما علمت ان المستشار مرتضى راح وكلم القاضي وقال له اجلها. فعلى كل حال ربنا يستر. النهارده كان في قضيه ثالثه كمان بتاعه العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، قضيه مستعجله بيطالب فيها بوقف تنفيذ
الحكم اللي منعه من انه يبقى نائب رئيس النادي. القضية أيضا حجزت لجلسة 19 ديسمبر. حجزت أيضا لجلسة 19 ديسمبر. باختصار بقى القصة الطويلة والأهلي نشر موضوع وأنتوا حضراتكم عارفين التفاصيل. الخطيب يفاجئ مرتضى منصور بصفقة القرن. دايما يا جماعة إذا ما قلناش الحقيقة يبقى مش هنلحق نلحق الكارثة. إذا قعدنا نقول زي ما معالي المستشار مرتضى منصور نظيف اليد إن كل الناس اللي مشيوا إعارة وكل الناس هيرجعوا والقرارات اللي أصدرتها اللجان السابقة دي قرارات باطلة، كده يبقى اسمه ضحك على الدقون. اسمه ضحك على الدقون ومش هيحصل ومش هيتم. وأنا بقولها بأعلى صوت الكلام بتاعه مش هيتم، لأن دي لجان تبع الدولة والدولة ما زالت هي الدولة. فمش هيقدر يرجع حد إلا بالذوق والود. عندنا كارثتين أو ثلاث كوارث كبار في الملف ده، أهمهم حسين فيصل ومحمد صبحي. حسين فيصل يعني لو انا ما اعتقد الراجل اللي ماسك سموحه دلوقتي راجل محترم ممكن بالود الامور تخلص. محمد صبحي بقى دي كارثه الكوارث. ومحمد صبحي ماشي بنيه البيع. والله انا لا، انا لو يجب محاكمه حسين لبيب ما فيهاش هزار، والله ما فيهاش هزار، مع احترامي لاي حد بيحب حسين لبيب يجب محاكمه حسين لبيب. للاسف الشديد علمنا اليوم ان الاهلي خلاص بيتم اتفاقه مع محمد صبحي حارس مرمى مصر ونادي الزمالك المعار الى صفوف فاركو لضمه بدايه الموسم المقبل. الاهلي واخد الموضوع جد، اتكلم مع مسؤولي فاركو، اتفق معاهم على 30 مليون جنيه لفاركو. فاركو هيدي للزمالك 10 ولا ما شيء مش عارف حسين لبيب كتب في العقد ايه، ولا هيدي الزمالك 20 وياخد 10 وتخلص الصفقه، غير طبعا الامور اللي بتمشي من تحت الترابيزه. الاهلي مصر على الحصول على خدمات محمد صلاح. طيب احنا قلنا الكلام ده، احنا قلنا الكلام ده اعلناه، هيطلع واحد اهبل واحده هبله ناس مرتعشه يقول لك ده بيهاجم مرتضى منصور. هو واحد عشان بنحافظ على اولاد النادي يبقى بنهاجم مرتضى منصور؟ هو واحد عشان بنقول الحق اتفق مع بتوع فاركو شوف اعمل اتصالات اضغط بالناس الاسماء الكتيره اللي انت قلتها رجعتك اضغط عشان ترجع محمد صبحي؟ محمد صبحي هيموت عليه الاهلي وعايز يخلصه باي طريقه. الحق يا مرتضى منصور بدل الكلام الكتير اللي مش ما فيهوش اي نتائج، الحق رجع لنا محمد صبحي، الحق رجع لنا الكارثه اللي عملها صديقك حسين لبيب. والله والله هذه حقيقة إن الأهلي بيخلص في محمد صبحي. وقلت لكم الرقم، نشوف ثغرات، نشوف أي حاجة، نشوف اتصالات ودية، نشوف اتصالات رسمية. المستشار مرتضى قال إن بيدعمنا فلان الفلاني وأسماء كبيرة كده، الواحد يتخض لما يقول اسمها، نرتعش لما نقول أساميها، يكلمهم انقذونا. محمد صبحي خط أحمر، حسين فيصل خط أحمر. يعني انا هنقعد نطبطب ونتكلم ونطلع نقول صفقات، بنعمل صفقات وبنعمل روايات وعاولهم الرقابه، ما راحش النهارده الرقابه الاداريه المستشار المرتضى، راح حضر جلسه الخطيب وما راحش الرقابه الاداريه زي ما وعدنا امبارح. فهل ان احنا نسكت يا جماعه يا اهل الخير على كارثه زي دي ونسيب محمد صبحي يروح مننا؟ لا، احنا كلنا رجاله واولاد رجاله، احنا زملكاوية ابطال، كله هيكتب فيسبوك وتويتر، كله هيتحرك، انقذوا محمد صبحي، رجعوا لنا مستقبل مصر. هنتحرك 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 هنتحرك. ارفعوا اللايكات عشان في خبر عن المستشار مرتضى منصور ومهله ال 24 ساعه محتاج اقول لكم عليه. فارجوكوا اتحركوا، ارجوكوا اتحركوا. زملكاوي مخلص سيبك من الكلام، اتحرك. الضغوط الزملكاوية في كل الوسائل تجيب نتيجة. سيبكم من الناس التافهة اللي بتطلع في لايفات في الفيسبوك، سيبكم تافهين والله وليس ليهم أي قيمة. ليس ليهم أي قيمة، ده عليهم مشاكل توديهم السجن. أنا بقول طبعا على الناس اللي مش إعلاميين، إنما في ناس إعلاميين بيطلعوا بنحترمهم طبعا. سيبكم. إحنا دورنا إيه؟
مرتضى منصور مش في ايديه قرار، بس انا عارف ان في ايديه اتصالات، في ايديه اتصالات هو بيقول لنا هعمل وهعمل، بس مش دلوقتي، بعد الانتخابات، بعد الانتخابات. بس في اتصالات هو قال معالي كامل الوزير تدخل ورجعني، فممكن هم هو كمان يتدخل ويرجع محمد صبحي، يرجع حسين فيصل. على فكرة مرتضى منصور لو عمل الصفقات دي هيكتسح الانتخابات. ممكن استاذ جرجس نجيب يقول كلام، بيقول فكره كويسه، ندفع لفاركو، ندفع رجال الاعمال الزملكاويه يدفعوا. استاذ عبد الحليم كلام مظبوط. محمد صبحي ما حدش معبره، يعني طرد من الزمالك ودلوقتي ما حدش بيكلمه. هو محمد صبحي لما يلاقي امير على راي الاستاذ تريز بيتصل بيه هيقول لك الزمالك متمسك بيا وهو زملكاوي. احنا دلوقتي في الوضع اللي احنا فيه عايزين ننقذ محمد صبحي من الكلبش اللي بيعمله النادي الاهلي، وبيتفاوض على طول مع فاركو، ما بيهزروش، فعلوا البند وهنشتري منكم وهندفع لكم 10 مليون زياده. منه لله اللي ضيع صبحي وضيع الناس دي، منهم لله، ومنه لله اللي بيشارك حاليا في انه يضيع الناس دي. يا ريت امير يكلمه، اكتبوا الامير عندكم صفحه امير على تويتر على الفيسبوك، تكتبوا له. احنا كمان لما نحط صورة صبحي، لما يطلع الناس المحترمة اللي بتعرف تتكلم الاعلاميين يقولوا لا يا صبحي الزملكاوية بيحبوك، ممكن نخلي صبحي وممكن ننجح في انقاذ نادي الزمالك. ولكن انا عليا كاعلامي ان ادق جرس الانذار واقول الاهلي بيخلص في محمد صبحي مقابل 30 مليون وحاجات بقى من تحت الترابيزة اللي ربنا اعلم بيها. فأي لاعب في الدنيا لما بيلاقي نادي بيهتم بيه والنادي بتاعه مش مهتم بيه أكيد هيمشي، أكيد هيمشي. مين سمعنا مين تصريحات في أي عضو مجلس إدارة بعد ما رجعوا قال أنا هرجع لكم محمد صبحي؟ كلها فنجرة بق، مفيش تحرك. الأهلي هو اللي متحرك، وغيره 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 وغيره. محمد صبحي وحسين فيصل والناس دي كانت أفضل من 100,000,000 صفقة فاشلة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ارفعوا اللايكات، يلا نشوف اللايكات عشان نقدر نقول لكم الخبر اليقين. الناس اللي قاعده تسمع ومش عامله لايكات، الفساد في كل حته يا استاذ ريم، واحنا دورنا ان احنا نحارب الفساد ده بكل اشكال. يعني زي ما طلبت على الفيسبوك على اي حد يبلغني، واحنا بنوصل البلاغات مباشرة لمكتب النائب العام. شفت فساد فيسبوك، تويتر، لايف، اي حاجة بلغني. محترمين كتير بعتولي. مكتب النائب العام هو اللي يلق بالناس دي. ومحدش يعيط. فساد في النادي الاهلي هنحاربه، فساد في الزمالك هنحاربه، فساد في وزارة الشباب والرياضة هنحاربه، بس مش لازم نتكلم كتير لان دائما بيننا الخفافيش. مش لازم دائما نتكلم كتير. هنحارب وهنحارب. خليني كده لحد ما اشوف اللايكات ارتفعت بقت شكلها كويس، اشوف تعليقاتكم الجميله. استاذه وفاء بيقول اكيد هيراجعوا العقود ويشوفوا، مش اكيد هيراجعوا، لازم يقول لهم مش لازم، لابد راجع. ممكن تلاقي ثغره، ممكن صبحي لما نقعد معاه ونقنعه ونرفع له عقده ونظبطه يرفض، كما علمنا من الاستاذ محمد فاضل ان لازم اللاعب نفسه يوافق. احنا بقى مش عايزين انه قال وقال وقال، احنا عايزين تحركات على ارض الواقع، تحركات على ارض الواقع. وزي ما قلنا وبنعيدها، اللي متفق معايا يقول متفق واللي بيرفض يقول بيرفض. زي ما قلناها وبنقولها بدل المره مليون، لا نرفض تماما تكريم حسين لبيب. حسين لبيب هو راس اللجنه. استاذ محمد الزملكاوي يزعل مني دلوقتي، بس دي الحقيقه، هو السبب في اللي احنا فيه. برضه مش عايزين ندرس ملفات، احنا عايزين نقعد وصور تطلع كده ان قاعد مع صبحي وتم انهاء الموضوع. صبحي هو صبحي على فكره قاري حتى الان مضى عقد جديد مع الزمالك 5 سنوات. صبحي يطلع يعلن، فين يا جماعه رجال الاعمال الزملكاويه يرادوا اللعيبه دي؟ فين؟ بتتفقوا معايا ان ممنوع تكريم حسين لبيب مطلب جماهيري زملكاوي ولا موافقين
على تكريم هسيل لبيب. اتفق واختلف واطلع قول رأيك وافتح لك الزوم وقول انت غلطان. ما بحبش اللي بيقعدوا يلفوا من ورا البتاع ويبعتوا ناس. اطلع وقول رأيك، خليك جريء زي ما احنا بنعلم الناس. ممنوع ابدا ابدا تكريم اي شخص ساهم في بهدلة نادي الزمالك، ممنوع. اللي جاب من حقها تمديد، دي لجان من الحكومه محمد اسوان، انت طبعا شديد عارفين وانت مثقف، انا عارف ان انت على درجه عاليه من الثقافه، وما تدخلش عليك كلام ان اللي جاب من حقها توقع. اللي جاب من حقها دي لجان حكوميه، ايه الوزير اللي عينها؟ سيبنا من الكلام ده، يعني احنا متاكدين ان من حقهم، متاكدين ان ما حدش يقدر يطعن في الكلام ده، هي كله بس كلام انتخابي. انا ما بصدقش جريدة الوطن، استاذ جرجس انا ما بصدقش جريدة الوطن، انا هصدق لما اتاكد من المعلومه فعلا. ان هو صبح دلوقتي مع المنتخب، فيعني ده اكبر دليل انهم كاذبون، مش مظبوط. واي لاعب في المنتخب، اي لاعب في المنتخب ما بيبقاش فيه تواصل معاه في مواضيع زي دي اثناء المنتخب، لكن ممكن نتواصل مع فاركو. حلو، طيب يعني علمنا دلوقتي ان هيجي لنا معلومات من عند محمد صبحي، كويس، شكرا اللي بعت لي المعلومه، شكرا اللي بعت المعلومه. فيا اهل الخير، يا زملكاويه، يا محترمين، يا غاليين، احنا داخلين على ايام سوده، ايام سوده. في حد يدخل يحب يقول رايه على زوم قبل ما اقول الساعات الحاسمه في نادي الزمالك؟ افتح الزوم عشان ايه؟ بعض الناس بس بيقولوا زوم لبعض الناس وناس لا. انا افتح زوم وكلنا نطالب المستشار مرتضى منصور نظيف اليد. شوفوا ده انا دايما بقول عليه نظيف اليد. مشكله مرتضى منصور يا جماعه المايك، واحنا عايزين مرتضى منصور بلا مايك. اتحرك امير، اتحرك. الكل الزوم مفتوح، الان اللي يحب يتناقش معانا في هذه الملفات، خصوصا الملفات بتاعت نادي الزمالك. زوم للكل، مؤيد ومعارض، اطلع قول ان انا غلطان في زوم. اهلا بكم جميعا في قناتكم، قناه الزملكاويه الشرفاء، قناه المحترمين. الزمالك سيمر باحداث جسام، لازم دايما نكشف الحقائق. انا عارف ان البعض يومين ثلاثه قلقوا، هو الجريء قلب على مرتضى؟ والله ما قلبت عليه، ده انا خايف عليه، انا خايف عليه اكتر من نفسه، انا خايف عليه اكتر من نفسه. اما بقى المرتعش اللي فاكر ان انا طبال زي لمؤاخذه كده، لا انا مش طبال، انا بقول له ما يا مرتضى ما تمسكش المايك، انا بحبك بس من غير مايك، بحبك بس من غير مايك يا مرتضى، بنحبك من غير مايك. انت ايدك نظيفه، وانت زعيم، وانت قائد، وانت كبير، وانت ما فيش منك في الدنيا دي، بس بلاش المايك، نرجوك نرجوك بلاش المايك، نرجوك. اللي شايف بقى الدنيا ربيع والجو بديع وهنعمل صفقات القرن ينسى، ينسى، لان احنا مش شاربين من الناس غير الكلام. اقول لكم باختصار كده خطأ المستشار مرتضى منصور ايه، عشان استاذه سوسو قالت كلام مهم. خطأ المستشار مرتضى، زمان كان في حصانه، والحصانة دي ما كانتش تخلي أي حد إن هو يحاسبه. دلوقتي مرتضى منصور بلا حصانة، هو مش واخد باله، هو ناسي. ده أي واحدة من العاملات المحترمات في نادي الزمالك، العاملات في الكافتيريا اللي قال عليهم قضية دعارة، ممكن ترفع عليه قضية توديه في داهية. السيدات المحترمات اللي معاه، يعني في حاجات لازم يمسك نفسه فيها. في حاجات لما يطلع يخاطب جمهور الزمالك العظيم، زي امبارح، احنا امبارح كلنا سقفنا وفرحنا لما قال هيودي ملف حسين فصل للرقابه الاداريه. احنا النهارده بنقول له فين؟ هو مش واخد باله ان جمهور الزمالك جمهور مثقف واعي؟ هو مش واخد باله؟ طيب موضوع كارتيرون، انا برضو بتساءل ما هذه القوه الكبيره كارتيرون؟ اكتبوا لي الله فوق الجميع لتاكيد وصول الصوت بشكل جيد. موضوع كارتيرون،
ايه كل القوة دي اللي عند كرتونين اللي رافض لغاية دلوقتي يقعد مع مرتضى؟ وليه مرتضى مش قادر يفرض عليه اعضاء جهاز فني؟ عايزين نفهم، والكلام ده نفهمه من مرتضى، انه يطلع العقد ويقراه ويشوف. استاذ اسماعيل كلامك مظبوط، ولكن مرتضى منصور ضيع حقه انه ما ذهبش للفيفا. ده دلوقتي بيقول لك روح الفيفا بملفات اللعيبه اللي تم اعارتهم. هقول لك دلوقتي، هطمنك يا ابو محمد الاسواني ايه اللي هيتم في الزمالك في الساعات الجايه. فارفعوا اللايكات عشان انا برضو شايف ان اللايكات ضعيفه. ف نسمع اول الاستاذ نعمان الشعراوي. استاذ نعمان اهلا بيك. نسمع رأيه في هذه الملفات اللي بتحصل في نادي الزمالك، وبنسأل المستشار مرتضى منصور. اقفل الصوت بتاع اليوتيوب يا استاذ نعمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك، اتفضل يا استاذ نعمان. أهلا بيك يا استاذ كريم. والله أنت يعني أنا شايف إن كل الكلام اللي أنتوا بتقوله والله مظبوط. وده اللي انا كنت بقوله لك برضو المره اللي فاتت في المكالمه، ان احنا نمسك على مرتضى منصور موضوع الميكروفون ده. يا ريت يبقى مثلا جنبه حد، يبقى جنبه امير، يبقى جنبه احمد ابنه، برضو اي حد، المهم يعني ينبهه لما يجي يتكلم كلام مش مظبوط ينبهه فيه، عشان يعني ما يسترسلش في الكلام في اي مواضيع كده. كلام مظبوط. الحل ايه في انقاذ نادي الزمالك وانقاذ لعيبه الزمالك اللي اتنطوروا في كل حته يا استاذ نعمان؟ هو لازم التواصل وياهم، دي اول حاجه. لازم نتواصل مع اللعيبه دي ونديها، مش موضوع الامان بقى، نديها الكلام اللي هو المفيد، اللي هو يقدر مثلا انا واحد مثلا لعيب، يا والله هعمل لك مستعملك، هعدي لك اللي انت نفسك فيه، بس اقف جنب النادي في الظروف اللي هو فيها دلوقتي عشان نقدر ان احنا نعدي المرحله دي. لازم الكل يتكاتف، اصل ما ينفعش العمليه تقف على واحد بس وواحد تاني، لا لازم الكل يمسك في بعضه، يساعد بعض عشان العجله دي، الكل يساعد بعض. لازم، ما ينفعش كل واحد يمشي بدماغه، ما ينفعش كل واحد يقول لك طب وانا مالي بقى، ما الاداره هي اللي بتعمل كده، اشوف بقى اي نادي ثاني. لا ما ينفعش، ما انا طالما ان انا اتربيت في الزمالك يبقى لازم انا عارف ان في مشاكل بتحصل وبعد كده ربنا بيسهلها وبيحلها وبيجي بعد كده ناس ثانيه كويسه هي اللي تمسك النادي، ولازم الواحد يقف مع النادي لغايه ما الكبوه دي يعني تمشي. هو ده المفروض. لكن في نقطة مهمة بتاعت كارترون، محمد صبحي، محمد صبحي هو ممكن يقول لك انا مستعد ما ارفعش العقد وارجع تاني للزمالك اكيد لو لقى حب، بس هو ايه اللي يضمنه برضه ان هو هياخد هيأمن مستقبله بعد كده؟ عقد كويس، يضمنه ان هو هيلعب عقد كويس، دي برضه عقد قوي، عقد كويس. لازم يكون عقد كويس، وفي نفس الوقت برضه نعمل له موضوع ان هو هتلعب وهتبقى اساسي مش كلام. يعني الكلام ما نقعدش انا اديله اماني وفي الاخر لما يجيني ما يحققهاش، لا لازم الكلام ده كله يتفعل لحقيقه. انا عايز اسالك على موضوع كارتيرون واسال الاخوه اللي دخلوا معانا، بس عايز اشكر الاول الاستاذ محمد الصعيدي، بيقول كلام مهم قوي. بيقول مرتضى هو لم ولن يتغير، والخطيب هو قناص طول عمره، وانت رجل محترم واعلامي متميز، لكن اقول لحضرتك لا تستبعد اي شيء من مرتضى، بالرغم من انني قبل ذلك كنت افكر انك تابع لمرتضى، ولكن الان تاكدت انك محايد. بشكرك استاذ محمد الصعيدي، دي رسالتك دي تاج فوق راسي. بعض اتهموني ان انا تابع لمرتضى، عمري والله ما كنت تابع مرتضى، انا كنت بدعم مرتضى لانه مظلوم، وعندما عاد مرتضى ولقيته باللفظ كده بالبحري بيخرف، فلازم لا، ده نادي الزمالك، احنا بنحب نادي الزمالك وننقذ نادي الزمالك. مين تاني كتب كلام مهم؟
على كل حال في ناس محترمه كتير بتكتب كلام مهم وكلام عظيم. النهارده اقول لكم ايه اللي هيحصل في نادي الزمالك، بس خلينا نرحب باخويا المحترم استاذ محمد فاضل. اهلا بيك. اهلا وسهلا، اهلا بيكم، مساء الخير. مدور استاذنا الفاضل. كان كمان معانا وليد، مش عارف خرج ليه، يا ريت يدخل تاني. استاذ محمد، ايه رايك ازاي ننقذ محمد صبحي من انه يروح الاهلي؟ ما فيش غير طريق واحد. ايه هو؟ ان احنا نقنعه انه ما يوافقش على اي عقد يجيله من طرف يوتشارد، وان احنا نوعده وننفذ وعدنا ان احنا نعمل معاه العقد. يعني لو دول هيديله 10 نديله 11 وهكذا، لان دلوقتي هيلعب لعبه الفلوس دلوقتي. ولو هو فعلا طبعا زي ما قريت ناس كتير والاستاذ ابراهيم النور وبتاع بيقول ان هو معاه تليفون والده ممكن يكلمه ونعرف الاخبار بالظبط، لو محمد صبحي فعلا حابب الزمالك مش هيعترض، بس لازم طبعا الاتصال بيه. انما لما انت حضرتك ما تتصلش بيا معناه مش مهتم بيا. انا طبعا هشوف مصلحتي، يعني لازم يكون في اهتمام الشاب الكبير اللعيب الكبير ده والشاب الكويس ده ان احنا نستعطف، يعني مش يعني نجذبه لنا، نحسسه باهتمامنا بيه. انما انت ما تعير لعيب وما تسالش فيه طول السنه، ما هو ممكن لو تيجي له اي فرصه وعنده الفرصه دلوقتي بان تفعيل عقد، طب ما هو هيروح. لازم تحسسه ان انت مهتم بيه وان انت اسف وان انت عايزه فعلا بالفعل، وان انت الاعاره دي كانت خطا من لجنه سابقه او من مدرب، احنا يعني يتحاسبوا كل دول بعدين. انما لازم الاداره الحاليه المنتخبه اللي رجعت تتصل بكل اللعيبه اللي هي مشيت وفيهم امل ومستقبل الزمالك، يحسسوهم ان النادي محتاجه، والولاد دول عمرهم ما هيرفضوا اعتقد كده، حتى لو كانت الاغراءات الماديه اكتر. اكيد في ناس بيقولوا ان امير اتصل بيه، حتى هذه اللحظه امير ما اتصلش بيه. ثقوا، لو امير اتصل بيه انا هقول زي ما قلت الاخبار كلها بتاعت امبارح، ولكن اتوقع ان بعد الحلقه دي امير هيتصل بيه وامير هيعمل تحركات. انا اتوقع ده 100%، كلنا ثقه في امير مرتضى منصور، ولكن حتى هذه اللحظه لم يتصل بيه احد لانه هو مع المنتخب، ولكن المنتخب فيه لعيبه كتير في الزمالك ممكن تقوم بالدور ده عن طريق علاقتها جيده بامير مرتضى منصور. انما يعني ان شاء الله خير. احنا بندق جرس الانذار يا جماعه لان احنا بنحب الزمالك وبنحب نجوم الزمالك. عايز اسال الاستاذ نعمان والاستاذ محمد عن كارتيرون. ايه القوه اللي فيها كارتيرون دي؟ ده بقى له 4 5 ايام دلوقتي راجع، خميس جمعه سبت حد، 4 ايام ولا مرتضى ولا امير قادرين يقعدوا معاه، محدش قادر يحط جهاز معاه. ايه القوه دي جايبها منين؟ انا على فكره انا ما بحبش كارتيرون. القوه دي جايبها منين يا استاذ نعمان؟ انا مش عارف، انا والله من الاول خالص كارتيرون من ساعه ما هرب ورجعوه وانا حاسس ان في ناس هي اللي يعني بتحرك كارتيرون وبتديله فلوس على اللي هو بيعمله ده. بس دي قوه. من ساعه ما جه تاني مره مش مظبوط مع الزمالك خالص. لا دي قوه. ايه اللي يمنع مثلا الامير انه يروح الماتش النهارده ويزاول مهام عمله؟ ايه اللي يمنع المستشار ما يروحش يحضر الماتش النهارده؟ لا ده في حاجه اكبر. لا المستشار قادر يقرب من الماتش، ولا قادر يقرب من اللعيبه، ولا قادر يقرب من ده، زي ما يكون حد محذره هم مش محذره هو. والله جريء مش عارف. والله انا نفسي كل ما بفكر في الموضوع كده وتشوف الاخبار كده بقلق. انا حاسس ان يعني وراه حد من المنافسين، يعني هو اللي بيحرك. طيب انا هفترض كلام حضرتك مظبوط طبعا، وانا كل ثقه في كلام حضرتك. فين احنا بقى؟ يعني لو المستشار مرتضى راح حضر الماتش النهارده ايه اللي يجرى؟ هيقعد في المدرجات فوق. لو امير حضر وراح يتكلم على اللعيبه ايه؟ انا مش فاهم برضه. اه واللي ما يخليش امير يحضر خلاص، ما امير مش برضه المفروض ان هو دلوقتي واخد المنصب بتاعه وخلاص وبيتكلم على اللعيبه وكده. وده منصب مكلف من مجلس الاداره مش داخل تشكيل فني، المشرف العام على الكره ده منصب من مجلس الاداره. ليه ما بيحضرش التدريبات؟ ليه ما بيحضرش مع الماتشات الوديه؟ ليه بقى الكلام ده كله؟
مش عارفينها برضو، في حاجات مش مفهومة. ان شاء الله ان شاء الله نفهم في الساعات الجايه. استاذ محمد فاضل برضو نفس السؤال لحضرتك. انا زي ما قلت يمكن امبارح واول امبارح لما برضو حضرتك كررت السؤال، انا اعتقد ان هو عنده فكره ان مجلس الاداره ما عندوش صلاحيات، والا مش ممكن يعمل كده. لان انا قريت النهارده كمان خبر يعني عجيب، يعني طالع يتحدى كمان وبيقول ايوه انا اللي اديت اوامر ان ما يجددوش لحسين فيصل ويسيبوه حر وما يفعلوش اي عقد معاه. ده معنى تحدي صارخ يعني، لو الكلام ده صحيح يعني. لا انا طبعا ما بصدقش كتير في الحاجات دي، بس حضرتك ممكن تقول لي لما واحد يجي يقول مدرب الناس كلها شايف هجمه شرسه على ترك حسين فيصل مجانا، ويجي المدرب يطلع ما يتغسلش من التهمه دي بل يؤكدها ويزيد عليها الايوه انا اللي عملت كده وانا اللي قلت يسيبوه، فدي معناها ايه؟ معناها ان الراجل ده بيتحدى حتى الموجودين حاليا. سؤالي بقى، سؤالي لف شويه النهارده، هو بيتحدى او واخد وعود هنسيبنا منه، احنا بقى فين؟ ليه المستشار ما راحش يحضر الماتش في المدرجات؟ ما احنا السؤال ده قلناها، احنا عايزين ننرفزه مثلا، عايزين نفرض قراراتنا. ممكن يكون المستشار عشان كان مشغول بالقضيه، لكن امين ما راحش ليه؟ القضيه ده القضيه احنا عملنا البث بتاعها الساعه 12 واحده كان خلصت، والماتش الساعه 3 ماشي. يعني هو يعني خلص القضيه وروح مثلا تعبان وما نزلش تاني، لكن امين تمرين مثلا فيه. خلاص احنا بندعو المستشار مرتضى منصور وامين مرتضى منصور يحضروا التمرين بكره صح؟ اه يعني احنا عايزين نفرض قوتنا، نفرض شخصيتنا. ما هي دلوقتي هي هل في حد قايل لمرتضى؟ مرتضى حلف على المصحف ان مفيش حد مدلع عليه حاجه واحنا مصدقينه، بس ايه القوه والجبروت اللي في هذا الكرتون المخرب لفريق الزمالك المخرب؟ هو كرتون ممكن يكون. اتفضل 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 سامعينك اتفضل. استاذ نعمان اتفضل سامعينك. بقول لحضرتك ممكن يكون كرتون اللي مخليه قوي كمان كده موضوع ان الشوط الجزائي، الشوط الجزائي ضعيف. اه ضعيف جدا. فعادي يعني بالنسبه له بيتعامل بقوه ومستهتر، واه انا اللي عملت واه انا اللي سويت وخلاص عادي يعني. لو مش عايزني خلاص مشوني. ده لو انا طفشه في 24 ساعه. لو انا مثلا حبيته تطفشوني هدفع لك برضه الشوط الجزائي. ايه يعني شهرين وهي واخد بعضه ومشي عامل اللي هو عايزه، او عمل عن طريق الناس اللي هم جايبينه تاني اللي هم عايزينه. صحيح. خلينا كده نقول شويه اخبار في السريع وحضرتك موجود معانا. كنت شايف وليد دخل في زوم بس خرج تاني، يا ريت تشرفنا تاني يا وليد، اهلا بيك. نقول مع بعض كده خبرين سريعين لاجمل ناس في الكون. ارفع اللايكات، اللي ما عملش لايك يرفع اللايك يا غاليين. كما انفردنا وكنا لدينا التلميحات في الايام الماضيه، دي مش تسريبات دي قرارات. فلما قلنا ان انتخابات الزمالك ستقام باللائحه الاسترشاديه قبل موضوع الخمس ايام، وموضوع الخمس ايام ده كان طلب مرتضى اخير من الوزير، يعني مهله، وعدت المهله والوزير اخطر مجلس اداره نادي الزمالك اليوم. يا ريت بس كل الاخوه اللي ما عملوش لايك يعملوا لايك، واللي اللي سامعني يكتبوا الله فوق الجميع. الوزير ارسل رسميا اليوم الى مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه مرتضى منصور يخطره بالزامه بفتح باب الترشيح غدا الاثنين. وزاره الشباب والرياضه ارسلت الى المستشار مرتضى منصور ومجلس اداره نادي الزمالك العائد بتلزمه بفتح باب الترشيح غدا الاثنين، وان الانتخابات ستجرى على اللائحه الاسترشاديه حسب ما انفرضنا في قناة الجريء من ستة أيام، وإن
وقال لهم كمان ان المهله القانونيه للمجلس المنتخب انتهت بشكل رسمي يوم 24 نوفمبر الماضي. واخترت وزاره الرياضه نادي الزمالك اليوم بالعمل باللائحه الاسترشاديه. البعض هيطلع بعد كلامنا وهيقول هزيمه مرتضى منصور اول صدام بعد عودته وهزمته، لا ولا اقول لكم ليه. فتوى الفتوى هيئه الفتوى والتشريع اكدت ما انفرضنا به في قناه الجريء ان الانتخابات ستقام باللائحه الاسترشاديه، وما هذا ما ارسله الوزير اليوم الى مجلس مرتضى منصور. الانتخابات طبعا هتقام في موعدها الذي اعلن من قبل، ولكن غدا هو سيتم لا بديل عن فتح باب الترشيح في انتخابات نادي الزمالك. قبل ما اكمل بقيه الاخبار لان برضو شايف اللايكات ضعيفه، استاذ محمد فاضل ما رايك في هذا القرار الذي اتخذته وزاره الشباب والرياضه، وما رايك في انفراد قناه الجريء بالانتخابات ستقام على اللائحه الاسترشاديه وسط ناس بتقول كتير ان في تسريبات ان هي كانت تقام باللائحه الثانيه، ولكن كحدثنا في قناه الجريء ننفرد بكل ما هو جديد. طبعا حضرتك ومن زمان قناه الجريء هي اول قناه قالت الكلام ده وما كانش حد مصدق، وادي النتيجه. يعني ارجو من الناس دايما انها تنتظر قبل ما تهاجم قناه الجريء وتشوف النتيجه، لان المهم النتائج. يعني انا ممكن اقول حاجه وحضرتك تقول حاجه وقناه ثانيه تقول حاجه، وفي الاخر الصح بيبان من النتائج. اللي كلامه مظبوط واللي كلامه مدروس واللي كلامه بعد بحث وترقيب ومحاوله معرفه الحقيقه هنا بيبان الحق وبيبان الصح. اقصد يعني ان انت تحكم قبل ما تكون متاكد ده غلط. دلوقتي اللائحه الاسترشاديه هي اللي هيتم عليها الانتخابات، وانت عارف ده معناه حضرتك ايه كمان؟ اتفضل. معناه ان الانتخابات يوم واحد فقط، ما هياش ثلاث ايام زي ما قال المستشار مرتضى منصور. معناه ان الانتخابات هتكون في يوم واحد فقط. اقول لك المعنى التالي؟ اتفضل. ولا انت عارفه؟ عارفه بس قول. اللي هو اللجنه الاولمبيه هتشرف على الانتخابات. بالظبط. وهنا الخطوره، ولازم يكون جاهز باوراقه وفورا، ويروح بدري من اول يوم عشان يبقى في وقت، ما يستناش لاخر يوم، يروح اول يوم يقدم اوراقه اترفضت على المحكمه فورا، ويبقى بقى احنا وحظنا يعني. فالموضوع انتهى زي ما احنا قلنا، ان يا جماعه هم هيرجعوها لاخر وقت عشان يدعوا الانتخابات، ولو ما دعاش الانتخابات، يعني انا اؤكد لكم غدا ان شاء الله لو ما دعاش الانتخابات هيشكلوا لجنه تدير نادي الزمالك فترة الانتخابات. هو مهلة 24 ساعة، ده مهلة 24 ساعة. هذا ما وصل إلينا. بالظبط. يبقى الأحسن إن هو يعلن الانتخابات ويبدأ يجهز نفسه للأسوأ. ما يكونش واثق قوي إن هي عملية الجمعية العمومية. المهم إنه يوصل للجمعية العمومية. يعني لازم يفكر دلوقتي إزاي يوصل للجمعية العمومية. وما يأخرش. ويكون صاحي للموضوع ده، ومش عايزه كلام، دي عايزه فعل بقى، يعني لازم الشغل بقى. اما موضوع كرتون اللي حبيت اعلق على نقطه صغيره، لا جدال ان ما فيش حد منهم عنده صلاحيه ان هو يقرب من اي توقيعات ولا اي شيء، حتى ان ما عندهمش صلاحيه يحضروا تدريبات نادي الزمالك للاسف. يعني استاذ نعمان، بس ده لو فعلا اللجنه الاولمبيه هتشرف على الانتخابات يبقى مصير مرتضى منصور كده. هو مش لو، هو خلاص رسمي. طب كده يبقى خلاص مفيش مرتضى منصور. لا ممكن طبعا لو مرتضى منصور توحد مع الزملكاويه الشرفاء، بطل حكايه المايك، سابه من الطعن في اعضاء النادي، بعد عن اللجان الالكترونيه، اللجان الالكترونيه اللي هتوديه في 60,000 داهيه. يعني بس لا لا ممكن كل الشرف يقف جنبه وينجح باكتساح. مش موضوع لجان الكترونية ولا موضوع مايك، هو الموضوع ان اللجنة الاولمبية بقى شوف حطب هيعمل في دماغه.
لا لو هشام لا لا حطب، بس صديقي، سؤالي انا بقول هشام حطب ممكن اخراسه ما يقدرش يقرب من مرتضى منصور، ولكن مين يقدر يقف جنب مرتضى منصور دلوقتي؟ معنا كلنا اتحدنا ورجعنا مرتضى منصور. استاذه حنان مكرم، اهلا وسهلا بيك، منوره ومشرفه. هي القصه هي الاتحاد ضد اعداء الزمالك. معلش مرتضى منصور لما رجع ضرب 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 ضرب، حتى ضرب في المجلس بتاعه، فبقت القصه دلوقتي صعبه. هو كان متخيل انها تتعمل لائحه الزمالك فخرب كل النجاحات بتاعت السنه. دلوقتي انا مش شايف فرصه انه لازم يلم، مش شايف اكتر من كده. والله ربنا يسترها بقى، ده ان الواحد كده مش هيبقى مطمن يعني. شو انت بتقول انا مش مطمن؟ انا بقول انا مطمن، بس بشرط، شوف العكس، ايه هو ان مرتضى يوحد حوالين الناس ويسيبه من اللجان الالكترونيه ويسيبه من المايك. انا بقولها بوضوح، اذا وحد الناس، اذا رجع هاني زاده، رجع اعضاء المجلس اللي هو غلط فيهم، رجع المدرب، الناس اللي يعني هو عمل مشاكل كتيره في الساعات دي، باتحاد الناس المحترمه حواليه هينجح. ويسيبه بقى من اللجان الالكترونيه والناس بتوع الفيسبوكات واللايف، مش هيخربوا دماغه وهيخربوا الدنيا، ويسيبه من المايك ما يتكلمش خالص لحد بعد الانتخابات، ويسيب الناس اللي بتحبه زينا وزي ده وزي ده يتكلموا عن البرنامج بتاعه، يسيب امير يبقى متحدث رسمي، ده يخلي الكل يتحد ضد اي حد. اما ان انا اخسر كل الناس، او دلوقتي انت هتبقى بتحارب اللجنه الاولمبيه لوحدك، هتعمل ايه؟ عندك حق. انا متفائل لو هو سمع الكلام، لان هشام حطب ده كده ممكن نطيره كده، والوسائل كتيره يعني ما مش عايز اتكلم على حاجات احنا قادرين ان احنا نعملها، ما لا هو ولا اللجنه الاولمبيه يقدروا يقفوا قدامنا. بس تفتكر يا استاذ نعمان ان احنا ممكن نحارب تاني وننجح تاني، واول حاجه يدوس عليها مرتضى منصور هي كل الناس اللي وقفت معاه، يشتمها ويهزقها ويخلي الجان ويخلي بتاع لا طبعا، اكيد اي حد طبعا ما يصحش. انا فوجئت بالتصريح بتاع ان بيختاروا اللعيبه على امهاتهم والتلوين ومش عارف ايه، الكلام ده كان بيتقال على الاهلي، كان مصطفى يونس بيقوله على المدربين اللي شغالين في الاهلي، تقوم انت تقوله على الزمالك؟ انا ده اللي انا بصراحه التصريح ده انا عمل لي دربكه في دماغي. ده فيها ازاي يعني؟ في تصريح اخطر، بعض يعني الناس الاضواء المحترمات قالوا لي انت ما اتكلمتش فيه ليه؟ اللي هو بتاع العاملات اللي في الكافتريات، وقصه ان في واحده اتعمل لها قضيه دعاره وكده، انت عارف العاملات دول كلهم غلابه، فده برضو زعل ناس كتير وقالوا لي قالت الجريء طب ما بتتكلم على الحق. قلت لهم الناس بتاخد الكلام غلط، وانا مش عايز يعني كفايه الهاموش اللي عرفنا فيسبوك وبتاع واللي حضراتكم بتشوفوه. قالوا لي لا، كلمه الحق دي حاجه قدام ربنا، ومضطر ان انا اتكلم برضو، لا يليق اتهام عاملات شرفاء في اعراضهن، برضو نفس القصه. انما خلينا نرجع عشان برضو ما ندخلش في مواضيع كتير. انا والشرفاء قادرين ان احنا نقف قدام هشام حطب، مين يدينا ضمان ان مرتضى منصور مش هيكرر نفس الاخطاء بمجرد نجاحه في الانتخابات؟ لا مفيش ضمان، سؤال عشان تبقى عايز ضمان، مفيش، مرتضى منصور ما ينفعش ولا ضمانات مع ماسك المايك والكلام ده كله، وما بيتعلمش يعني، المشكله ان هو ما اتعلمش من اخطاء الفتره اللي فاتت، وان هو يسيب امير كان السبب، كان من ضمن الاسباب اللي خلت اللي حصل في نادي الزمالك ده يحصل. طب يسيب امير يترشح للانتخابات؟ يا ريت، مش عارف الموضوع امير برضه، ما هو المسيطر على امير وهو المسيطر. لا بس امير حاجه تانية خالص، امير ما بيطلعش منه كلمه غير موزونه. ايوه لكن هو برضه مرتضى مش هيوافق على حاجه زي كده يعني. نتمنى ذلك. استاذ محمد ايه رايك في الموضوع؟ ويا ريت لو استاذه حياه معانا يا ريت نسمع صوتها عبر زوم. اتفضل استاذ محمد. لا
لا انا شايف ان زي ما قلنا الموضوع مش سهل يعني، والموضوع انا زي ما بقول لحضرتك دلوقتي ان مفيش حل الا ان هو بقى يرضخ ويعلن على الانتخابات ويجهز نفسه، وبعدين يكون حاطط الاحتمال الاسوأ، ما يكفوش فيه ثقة وغرور زيادة عن اللزوم، لازم تحط الاحتمال الاسوأ ان انت ممكن يكون في عراقيل وتكون جاهز لها، لازم يكون جاهز ومجهز اوراقه فورا. وبعدين كان في الزملكاويه بيقول ايه، ولا حضرتك بتقول ان لو قدم اوراقه ممكن اللجنه الاولمبيه تعطلها لاخر يوم، ما تقدرش، لان لو قدم اوراقه دلوقتي لازم يتوافق، يتقبل دلوقتي او يترفض دلوقتي، ما فيش حاجه اسمها يفكروا فيها بعد غلق باب الترشيح الاوراق كلها بتروح اللجنه الاولمبيه بتستبعد من تشاء وتبقي من تشاء. بالظبط، ولازم فورا، ما يقدرش يخليها لاخر يوم. لا اتفضل حضرتك. فهنا قبل الانتخابات بتكون حد خد حكم عاجل من مركز معين. طبعا لازم يكون عنده فرصه، لو راح المحكمه وحكمت له هيدخل، ما يقدروش يمنعوه. فهنا هو بقى لازم يكون جاهز لكل شيء، ومجهز القائمه بتاعته، ويكون قائمه فيها تفاهم، وعلى طول لو اترفض في نفس الساعه يروح على المحكمه ويطلب حجز موعد للحكم ويقدم اوراقه، اوراقه تكون جاهزه، مش لسه هتجهز اوراقه ويعمل ويضيع وقت، لان الوقت من ذهب زي ما بيقول. فربنا يسهل. وصلنا الآن تصريحات من مكتب وزير الشباب والرياضة إحقاق الحق، لازم نقول أي شيء بيوصل لنا. قال وزير الشباب والرياضة إن الفتوى وصلت بالفعل بتطبيق اللائحة الاسترشادية في انتخابات الزمالك، وقال خطبنا الزمالك ومجلس إدارته بالفتوى وتطبيق اللائحة الاسترشادية وفتح باب الترشيح للانتخابات والبدء في تلقي طلبات المرشحين وإجراء الانتخابات في الفترة من 45 إلى 60 يوم، وانه بيثق في مجلس اداره نادي الزمالك انه يلتزم باجراء الانتخابات في موعدها قانوني واجراء الانتخابات وفقا للوائح وقوانين وتفادي اي امور قد تهدرها او تبطلها، خصوصا وان المرتضى منصور اعلن بالفعل موعد اجراء الانتخابات اللي هو 20 يناير، وقال لا بديل عن فتح باب الترشيح غدا الاثنين. دي تصريحات اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. تفضل استاذ محمد نسمع رايك ونسمع راي الاستاذ نعمان في هذه التصريحات. خلاص، ما انت جبت الخبر حتى قبل التصريحات دي، فخلاص انتهت. ما اعتقدش ان المستشار يقدر ياخرها عن غدا يعني، لان لو اخرها عن غدا زي ما قلت لحضرتك اعتقد ان ممكن الوزير يعين لجنه، فمن الافضل ان هو يكون موجود ومجلس الاداره يكون موجود. بس حضرتك عارف ده معناه ايه كمان؟ معناه ان من غدا مفيش اي واحد ممكن يوقع اي شيء في مجلس اداره نادي الزمالك. لا هو كده كده مفيش توقعات، هم هم عايدين لجان الانتخابات. يعني لو في حد بيشكك ان احنا قلنا ان هم ما عندوش صلاحيه، يبقى دلوقتي رسمي مفيش صلاحيه. فهو نفس القرار اللي بعته بيقول لهم ان صلاحيه المجلس انتهت يوم 24. طب نسمع الاستاذنا المحترم والغالي جدا اللي شرفنا استاذ نعمان. والله هو كده خلاص، يبقى لازم من بكره المستشفى المرتضى بقى يبتدي يجهز العمليه من بكره وخلاص، ما فيش قدامنا حل غير كده. إذا ألخص كلام حضراتكم، هل ممكن إن هو يطعن برضه على الموضوع ده؟ لا، لأن الوزير كان قال له قبل كده هتقام اللائحة الاسترشادية في حكم قضائي اللي كان كسبه أعتقد ممدوح عباس، صح يا أستاذ محمد؟ مظبوط يا أستاذ محمد؟ أستاذ محمد كان الحكم كان فاز بيه ممدوح عباس برفض اللائحة بتاعت النادي وإلغائها، والوزير كان قال لمرتضى منصور لازم تتعمل وفقا للاسترشاديه، ومرتضى منصور هو اللي طلب من الوزير انه يسال الفتوى والتشريع، وجت خلاص الفتوى والتشريع، وكده كده مجلس مدته خلصانه. فما يعني الطعن ما يفيدش، حتى ما يتقبلش. وكده كمان
وكده كمان القضية بتاعت الأستاذ جورج منتهية الأخرى، لأن خلاص انتهى الموضوع. خلص. إذن إحنا داخلين على انتخابات نادي الزمالك، وربنا يصلح النادي ويولي عليه الأفضل. انتخابات الزمالك بين 45 و60 يوم، وإن شاء الله هيبقى فيه كلام كتير في انتخابات نادي الزمالك. بقول باسم حضراتكم وباسم كل الزمالكاوية الشرفاء على مرتضى منصور، إنه الآن يتحد مع أي حد شريف ويسيبه من اللجان الإلكترونية بشكل واضح. مش هتفيدك يا مرتضى، هتغرقك والله وهتخسرك حبايبك. انا لما الاقي ناس بتيجي بتهاجمني من اللجان الالكترونيه من طرف حضرتك، انا ممكن اغضب على حضرتك انا او غيري، يعني انا هادي شويه بس غيري ممكن ينفعل. ولكن ليه ما تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض ونقف ضد اللجنه الاولمبيه، نحط ايدينا في ايدين بعض ونختار قائمه ناجحه لحضرتك. احنا مش عايزين حاجه من نادي الزمالك، ولا هنشتغل في نادي الزمالك، ولا عمرنا هنعمل لنادي الزمالك اي حاجه غير الخير. والله العظيم هذا قسم امام الله وربنا يحاسبني، عشان اللهبه اللي اسمه اسامه ده الواطي اللي بياخد فلوس من الستات علشان يشحن الانترنت عنده، يقول لك اصل الجريء بس ما شغلوش. شغلوش يهبل، ده انا عندي شركه في اوروبا يهبل، اروح اسيب الشركه وشغلي الاعلام في اوروبا واروح نادي الزمالك؟ ما هي دي لجانك يا مرتضى منصور. ده اللي بيقول انا بتكلم باسم مرتضى منصور، ده اللي بيقول مرتضى منصور طلب مني ان انا احارب قناه الجريء. للاسف على كل حال احنا برضو ورا مرتضى منصور، احنا برضو ورا مرتضى منصور، واحنا برضو هندعم مرتضى منصور. اللهم اذا ثبت لنا ان مرتضى منصور مش محتاج اي حد شريف يقف معاه، وهيختار اي حد من المناظر دي تقف معاه، فلتكن النتيجه بقى هي الاختيار من عند ربنا. انا عايز اشكر حضراتكم جزيل الشكر على هذه الامسيه الجميله، وبستأذنكم في ختام البث، في ناس بعت فويسات كويسه. استاذ محمد زملكاوي بعت لكم رد بس مش هقدر ازيعه النهارده لان المفترض ان عندي شغل مهم. معلش يا استاذ جمال، الناس بتكتب على انه واحد كذاب، بس بيتحدث باسم مرتضى منصور، ولما يتحدث هذا الشخص باسم مرتضى منصور هو والاخ اللي اسمه سمسمه ولا ما اعرفش بيشتغل رقاصه ولا ايه، ويقول لك مرتضى منصور مكلفنا، لا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يخليك يا مصر ومنور ومشرف. بشكر حضرتك كتير استاذ محمد فاضل، شكرا على الامسيه الجميله، دايما دايما معاكم بكل ما هو جديد. شكرا يا غالي، شكرا. شكرا اسمعنا استاذ نعمان شعراوي، افدتنا بدخلتك الجميله، بشكرك جزيل الشكر. جدا انا متشكرين ليك جدا، وبرضه عايز اقول لك ممكن ما تصدقش برضه اي حاجه بتتقال لك ان مرتضى منصور هو اللي قايلهم، هو على الاخرين ان هم ينفوا مش عليا انا. ايوه يلا، بشكر حضرتك كتير يا فندم، الف شكر. متشكرين جدا ليك، الف شكر. شكرا يا فندم، الف شكر. كمان بشكر حضراتكم اساتذتنا الكبار على التكست، الاستاذه تريز جرجس اشكرك جزيل الشكر، ربنا يحفظك لينا. الاستاذه انتصار اشكرك، استاذ جرجس نجيب اشكرك، الجريئاوي الكبير استاذ ابراهيم الطور، انا انت دلوقتي بتنتمي لاهلاوي ولا زملكاوي؟ انت جريئاوي. اختي الغاليه الاستاذه ايزيس، ان شاء الله غدا يوم جديد، يوم سعيد لاجمل ناس في الكون. استاذه ريم نادي، افتكروا دايما انا بقول لكم الخبر قبل بفتره، افتكروا بقول لكم الخبر قبليه بفتره، حتى لمحت على الفيسبوك كذا مره والناس ما كانتش فاهمه. ربنا يستر. ماما زوزو تصبح على خير، كل استاذ محمد محمود تصبح على خير، استاذ ممدوح راشد المحترم تصبح على خير، استاذه امل من الامارات تصبح على خير، استاذه منى بدر تصبح على خير، استاذه عطيه غازي تصبح على خير جيبها من كنترول، استاذ الدكتور سامح رضوان تصبح على خير، ماما نجات ربنا يخليكي يا رب تصبح على خير يا ست الكل، استاذ حنان ابراهيم تصبح على خير، استاذ يوسف عبد الغفور تصبح على خير، استاذ ماجده الزملكاويه، استاذ محمود الشرقاوي، استاذ انطول. بعد وقرر يا جماعه، اي حد يشوف اي حد بيكتب اي كلمه على قناه الجريء يبعت لي فورا عبر ماسنجر الفيسبوك او عبر واتساب، واحنا بنتعامل مع الناس دي قانونيا وقضائيا، و ان احنا برضه بنرفع شكوانا لله لاي حد بيظلمنا وبيقول حاجه مش حقيقيه بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ودي اكبر حاجه في الدنيا تقدر تجيب حقنا. ربنا يخليك يا مصراوي، طول ما انت موجود يا مصراوي ايجيبت ان شاء الله ما فيش فتنه.
استاذ امجد المحترم تصبح على خير، استاذ يوسف عبد الغفور تصبح على خير، استاذ نوال تصبح على خير، استاذ حسام تصبح على خير، استاذه ناديه تصبح على خير، استاذ عبد الحليم ما لا ما فيش ما ينفعش هتترفض يا استاذ عبد الحليم، استاذ ريم تصبح على خير، استاذه مها تصبح على خير، استاذ راشد تصبح على خير، علي علي جنه الخلد مره اخرى بشكرك جنه الخلد، ولا انا كتير كلام كتير قوي مع بعض، وثقتي فيك ليس لها حدود جنه الخلد، انت بطل في زمن قل فيه الرجال، استاذ اسماعيل سيد تصبح على خير، استاذ احمد فرج تصبح على خير، استاذ محمد رفعت المحترم جدا 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 يا ابن الاصول تصبح على خير، استاذه همت امام تصبح على خير ان شاء الله جاي احسن طبعا، استاذه كاميليا تصبح على خير، سيد محترم تصبح على خير، استاذ عزيز محمد الزملكاوي تصبح على خير اشكرك، ابو محمد اسواني تصبح على خير، بكره اقول لك مين هيدير النادي بالاسماء بالظبط كمان، استاذ يوسف عبد الغفور ربنا يخليك يا رب اشكرك، استاذ زارو عزب، استاذ حنان عوض محترمه واهل فلسطين المحترمين على دماغي، مش عيل صايع اللي اسمه واو واو ده يخليني ما احبش اهل فلسطين، ده انا معاهم وادعمهم بشغلي وبالمايك بتاعي، ربنا يخليهم يا رب، استاذ ابراهيم مناجي تصبح على خير، استاذ بهجه فرج تصبح على خير، سعيد الصباري تصبح على خير، يوسف عبد الغفور، استاذ ابتسام تصبح على خير، شكرا اللي بعت لها الخاص، استاذ فتحي مرعي تصبح على خير، استاذ حنان ابراهيم تصبح على خير، استاذ محمد ديب استاذنا الكبير تصبح على خير، استاذ ريم تصبح على خير، استاذ توفيق، استاذ عبد الحليم تصبح على خير، استاذ ابو محمد، استاذ سوسو، استاذ مصراوي منور، استاذ مصراوي حاسس كده اكن اعرفك اكنك صديق قديم ودخل باسم جديد، اكد المعلومه، استاذ صبحي سيد تصبح على خير، استاذ خالد ايوب المحترم الجميل تصبح على خير، استاذ حاتم علي المحترم الجميل الممتاز تصبح على خير، استاذ اسماعيل سيد تصبح على خير، ابراهيم مناجي، استاذ امل سرور الحمد لله على سلامتك ست الكل، استاذ حنان ربنا يكرمك، اسمي الجريء يا استاذ عبد الحليم، استاذ مؤنس ثابت تصبح على خير، استاذ وفاء الزملكاوي المحترم تصبح على خير ربنا يخليك ابو محمد ربنا يخليك، استاذ سليمان ابو شاهر ابو غزه جميل ربنا يخليك، استاذ ابتسام تصبح على خير، ما بقى لا ما بيهمنيش بس هضحكوا على حاجات بعدين، استاذه ماجده تصبح على خير، استاذ محمد الشبراوي تصبح على خير، احمد بك عبد الحميد طمنا على اسكندريه ونوت اسكندريه وتصبح على خير، استاذ عزيز استاذ محمد الشبراوي، استاذ فاديه، استاذ مصراوي شفت عرفتك، طب اكتب لي بقى على الفيسبوك وعرفني بنفسك واهلا بيك، انا ما برحب باي حد حتى لو زعلتني في يوم من الايام انا مسامحك على اسمك الجميل ده مصراوي ده، استاذ عبد الحليم تصبح على خير، استاذ مؤنس ثابت، استاذ انطون الغالي، استاذ احمد عبد الحميد، استاذ جمال محمد، استاذ عادل توك تصبح على خير، استاذ عادل ترك يا سلام حصل لي الشرف ان انا قلت اسمك، ان هو اهدى اليوم، استاذ انتصار تصبح على خير يا غاليين، تصبح على خير، تصبح على خير، تصبح على خير، اشكركم واراكم على خير ان شاء الله، اشكركم.